فروق قرآنية. فروق قرآنية. الفرق بين الجبل والجبل. الجبل بفتح الجيم والباء وتخفيف اللام هو الجبل المعروف، أحد أنواع التضاريس الأرضية المرتفعة عن سطح الأرض، كما في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما الجبل بكسر الجيم والباء وتشديد اللام فمعناها الخلق الكثير، ومن ذلك قوله تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي ولقد أضل الشيطان عن الحق منكم خلقا كثيرا. فروق قرآنية.